السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي إعجابه بملعب 5 جويلية حسب ما أكده ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف. وعلى هامش الزيارة التي قادته إلى ملعب 5 جويلية أكد رئيس الفاف أنه وجد أرضية الملعب في أبهى حلة، مشيدا بالكفاءات الجزائرية التي تسهر على تهيئة الملعب. وأكد صادي أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم سيواصل مرافقه في جميع المحطات، مشددا أن الشراكة الاستراتيجية بين الفاف ومركب محمد بوضياف. وأضاف رئيس الفاف في تصريحه عقب الزيارة أن الزيارة التفقدية لملعب 5 جويلية تدخل في إطار تحضير الملاعب تحسبا للاستحقاقات القادمة. وكان وليد صادي قد أجرى قبل أيام زيارة تفقدية إلى ملعب نيلسون مونديلا في براقية، وفق ما نشره موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وأفاد بيان الفاف أن صادي عين الملعب قبل انطلاق فعالية تصفية المؤهلة لكأس العالم 2026 13 نوفمبر القادم بملعب براقية.